السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. اتكلمنا في الدروس السابقة عن مولد التيار المتردد أو الدينامو، اتكلمنا عن تركيبه واتكلمنا عن كيفية عمله وعن الظاهرة اللي احنا استخدمناها فيها، هي الحث اللي هيتولد نتيجة السلك المستقيم بيقطع فيض متغير، واتكلمنا أيضا عن القوة الدفع الكهربية المستحثة في ملف المولد. طيب، حابين إن احنا النهاردة ننتقل إلى جزئية أخرى، هي جزئية التيار. طبعا احنا عرفنا من لما اتكلمنا عن المولد في أول درس خالص، عرفنا إن التيار ده تيار متردد، وشفنا إن التيار كان بيغير اتجاهه مع كل وجه، في الوجه في حركات معينة. لو رجعنا إلى الدرس بتاع المولد التيار المتردد وشفنا، هنلاقي إن كان التيار بيغير إيه اتجاهه، مرة لو تفتكر من النقطة اللي سميناها بي واحد يروح للنقطة بي اتنين، ومرة كان يعكس يروح من بي اتنين لبي واحد، تمام. فسمينا إن التيار ده تيار متردد. ولو جينا هنا كده نبص، نرجع بس لدرس سابق إحنا خدناه، نبص هنا كده هنلاحظ حاجة. ديت كانت إيه؟ دي كانت العلاقة البينية لشدة التيار مع زاوية الدوران، وشفناها جت منين. لو خدت بالك، ايه ده؟ دي أقصى قيمة، أقصى قيمة موجبة للتيارين، ودي أقصى قيمة سالبة للتيار. خلي بالك إن الاتنين قد بعض تقريبا، صح؟ قد بعض بالظبط، مفيش فيهم اختلاف. يبقى معنى كده إن التيار المتردد ده قيمته اتغيرت. لو أنا سميت دي مثلا أي ماكسيمم، ودي سالب الأي ماكسيمم لأن نفس القيمة، يبقى القيمه اتغيرت من اي ماكسيمم لسالب اي ماكسيمم. طب لو انا جيت اقول هو المتوسط اللي هنا ده كام، يعني لو جيت اجيب متوسط الرسمه دي، المتوسط يعني ايه؟ بنقول دايما عليه الاريا اندر ذا كيرف، او المساحه. لو انا ظللت كده اهو، المفروض ان المتوسط بتاع الرسمه دي ان اجمع المساحتين دول كده على بعض. لو جيت تجمع المساحتين دول على بعض هيطلع لك الناتج بكام؟ الناتج صفر. يبقى اقدر من هنا اقول ان القيمه المتوسطه للتيار المتردد بكام، القيمه المتوسطه او الافريج فاليو للتيار المتردد هنا بكام؟ بصفر، تمام، لانها اتغيرت من النقطه اللي اسمها اي ماكسيمم لسالب اي ماكسيمم. طيب عظيم، تعال نرجع بقى للدرس بتاعنا تاني. لو احنا رجعنا للدرس بتاعنا هنا، احنا الدرس بتاعنا بتتكلم عن القيمه الفعاله للتيار المتردد. ليه بتكلم عن القيمه الفعاله؟ لان زي ما شفت انا مش هينفع احسب او اشتغل على القيمه المتوسطه في التيار المتردد. ليه؟ اصل القيمه المتوسطه بصفر، ما لهاش اي قيمه، يبقى لازم انا اتكلم بحاجه اسمها قيمه فعاله. طب انا عاوز اتعرف على القيمه الفعاله دي. قال لك بص يا سيدي، دلوقتي انت الطاقه الكهربائيه اللي عندك دي بتستنفذ في صوره ايه؟ قال له في صوره طاقه حركيه، طاقه حراريه. ليه طاقه حراريه؟ مع حركة الشحنات داخل الموصلات بتعمل حرارة، ففي جزء بيفتقد في صورة طاقة حرارية، تمام. وقال لك إيه تاني؟ قال لك إن معدل الطاقة الكهربية المستنفذة بيتناسب طرديا مع مربع إيه؟ مربع شدة التيار. يبقى معدل الطاقة الكهربية المستنفذة بيتناسب طرديا مع معدل إيه؟ مع بيتناسب طرديا مع مربع شدة التيار، اللي هو بنجيبها من القدرة. يعني دي برضو هي الطاقة الكهربية المستنفذة أو القدرة الكهربية المستنفذة. أما جم يجيبوا القانون بتاع لأنها تتناسب مع إيه؟ مع مربع شدة التيار. عشان كده قال لك طالما أنا شغال في طاقة حرارية وعاوز أحسب يعني إيه قيمة فعالة للتيار المتردد، قال لك طب أنا عندي حاجة كويسة أقدر أشتغل عليها. إيه هي؟ قال لك أفضل طريقة إن أنا أعمل تناظر بين التيار المتردد والتيار الموحد الاتجاه أو التيار المستمر الموحد اتجاهه، امشيهم الاثنين في مقاومه معينه واجيب التاثير الحراري وناظر الاثنين ببعض. قال لك لما جم يناظروا الاثنين ببعض لقوا دايما ان التيار المتردد بيناظر التيار الموحد بس عند قيمه معينه، اللي هي قد ايه بقى؟ قال لك قيمه الاي ماكسيمم على جذر 2، او بقيمه 707 من 1000 من قيمه الاي ماكسيمم اللي هي 1 على جذر 2. طب تعالى نشوف الكلام اللي انا بقوله ده بيقول لك ايه. بيقول لك ان الاشاره ان احنا هنا بنشيل القيمه المتوسطه للتيار المتردد بتساوي صفر،
مقدار تغيره من اي ماكس سالب الاي ماكس زي ما احنا شفنا ان القيمه المتوسطه للتيار مدارات بين صفر. تمام، دي معلومه خلصنا منها. ومع ذلك بتستنتج الطاقه الكهربيه كطاقه حراريه نتيجه لحركه الشحنات الكهربيه. عرفنا ده. ومعلومه اخرى، ثالث معلومه، يبقى انت معلومه الثانيه الثالثه، ان معدل الطاقه الكهربيه المستنفذه طرديا مع مربع شده التيار يتناسب معدل الطاقه الكهربيه المستنفذه طرديا مع مربع شده التيار. طيب، من المعلومات السابقه ديت عرفنا بقى نجيب اللي هي الايه، الخلاصه، الاستنتاج، ان افضل طريقه لقياس القيمه الفعاله لشده التيار المتردد هي ايجاد قيمه التيار الموحد الاتجاه اللي بيعمل ايه بقى. يبقى انا بناظره، مش احنا قلنا مناظره، انا بقيس، بجيب القيمه، عاوز اجيب القيمه الفعاله للتيار المتردد، يبقى بجيب قيمه التيار موحد الاتجاه اللي بيعمله ايه بقى، اللي بيديك نفس معدل التاثير الحراري في مقاومه معينه اللي بيولده التيار المتردد، او نفس القدره اللي بيولدها التيار الايه المتردد. يبقى انت هنا بتناظر، تجيب تيار موحد اتجاه، موحد الاتجاه، وتمشيه في مقاومه معينه، وتجيب نفس التاثير الحراري اللي جابه الايه، اللي جابه التيار المتردد، فبتلاقي ان في اختلافات. فقال لك لما ثبتوا القيم، لما قعدوا يثبتوا المعدل التاثير الحراري، لقوا دايما ان القيمه الفعاله للتيار او يسموها الاي افكتيف بتساوي 0.707 من النهايه العظمى للتيار، اللي هو الاي افكتيف بتساوي 0.707 من الاي ماكس. ده القيمه الفعاله للتيار المتردد. جابوها منين؟ عارف بقى انت لو جبت اي ماكسيمم مثلا، تعال نحسبها، لا تعال نحسبها بالورقه والقلم. لو انا بقول لك ان الاي ماكسيمم هنا، الاي ماكسيمم مثلا هنا 3 امبير، يبقى لو جيت اضرب على الاله الحاسبه في 3 الناتج هيطلع لي 2. تعالى كده نجيب قلم بقى عشان انا هنا حابب اوضح لك حاجه. لو دي ب 3 يبقى الاي افكت بكام؟ 2.121. عارف لو انت مررت ال 3 امبير تيار متردد في مقاومه، يعني انا اجيب مقاومه كده قيمتها 5 اوم، تمام؟ لو مررت فيها تيار متردد قيمته 3 امبير هيديك تاثير حراري اكس، تمام؟ طب لو جيت امرر فيها تيار موحد الاتجاه، امرر تيار قيمته قد ايه عشان يديني نفس قيمه التاثير الحراري ده؟ تمرر القيمه دي. فهمت حاجه؟ يبقى القيمه دي هي المناظره للتيار الموحد الاتجاه اللي يمر في المقاومه المعينه، هيديك نفس التاثير الحراري او نفس القدره الايه؟ اللي بيقول نفس القدره الكهربائيه. طيب تعالى نبص معايا. طيب من هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك مش انت قلت لي ان التيار يتناسب طرديا مع القوه الدافع الكهربيه؟ اه صح، التيار بيتناسب طردي مع القوه الدافع الكهربائيه. عظيم. يبقى بالتالي ممكن نقول ان القوه الدافع الكهربائيه الفعاله هي قيمتها 0.707 من القوه الدافع الكهربائيه المستحسه الايه العظمى الماكسيمم. فدول العلاقتين دول مهمين. طب تعالى ناخد مثال بسيط كده. لو شده التيار الفعاله في دائره هو 10 امبير، يبقى ده الاي ايه، ده الفعاله، يبقى ده ايه الاي افكتيف. وفرق الجهد الفعال، فرق الجهد الفعال يبقى ده الايه، يبقى ده الاي ام اف الافكتيف، او الفي الافكتيف على طول، الفي الايه الافكتيف. فما النهايه العظمى لكل من التيار وفرق الجهد؟ النهايه الايه، النهايه العظمى. طب تعالى ما نطبق القانونين، ده الموضوع سهل. بالنسبه للتيار الاي افكتيف بتساوي 0.707 من الاي ماكس. عظيم. يبقى القيمه الفعاله 10 بتساوي الرقم ده في الاي ماكس. تعرف تجيب الاي ماكس؟ اه. يبقى ده النهايه العظمى فين؟ للتيار. طب النهايه العظمى لفرق الجهد نفس الكلام برضه، اهو ادي الفي افكتيف بتساوي القيمه دي، وانت ال 240 يبقى القيمه الماكسيمم انت جبتها برضه، ما غير ايه، منتهى السهوله ومفيش اي مشكله. يبقى اما انا باجي احب اعبر عن تيار متردد، لو عبرت عنه بالقيمه المتوسطه على طول هيطلع بصفر، يبقى لازم اعبر عنه بقيمه ايه؟ لازم اعبر عنه بالقيمه الفعاله. اشوف حضراتكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.